السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتحلموا بيه. الفيديو ده يا جماعة هتكلم فيه عن موضوع أنا بصراحة تعبت في الكلام عنه، يعني على طول على طول على طول الأسئلة تتكرر وتتكاثر، و كل شوية ألاقي نفس السؤال بيتعاد علينا، وهو إن إنتاج البيض في الصيف بيقل، يعني بيقل زي الشتاء. وإحنا قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة إن الشتاء هي اللي بيقل فيها إنتاج البيض، طب إشمعنى في الصيف بيقل؟ ده اللي إحنا جايين نجاوب عليه النهاردة ونقول لكم حل. مفيش حاجة اسمها بيض بيقل في الصيف، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، الطبيعي والمنطقي إن هو بيقل في الشتاء فقط. ده لو هنبص على تأثير الفصل على الإنتاج، تأثير درجة الحرارة بتاعة الجو على الإنتاج. هنجاوب على السؤال بمنتهى الصراحة ونقول إن الصيف الإنتاج فيه كتير كتير جدا وغزير جدا جدا جدا، لكن هو بيقل ليه؟ ده اللي جايين نتكلم فيه. لما ناس تيجي تشتكي وتقول لنا في التعليقات ده بيقل عندنا في الصيف، الإنتاج قليل، البيض قليل، ومش عارف إيه والكلام ده كله، إزاي أنت مش قلت إن الشتاء بس الإنتاج قليل؟ إحنا جايين نقول لكم ليه البيض بيقل عندكم في الصيف برضو زي ما كان بيقل اللي في الشتاء. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. تعالى كده امسك معايا الموضوع من الاول ونفتكر مع بعض ليه الشتاء كان بيقلل انتاج البيض. لو تفتكر كنا بنتكلم وبنقول ان الشتاء الليل بتاعه طويل والنهار بتاعه قصير، نهار الشتاء قصير، النهار قصير، ده معناه ان الشمس بتقعد فترة اقل، يعني الاضاءة بتقعد فترة اقل، يعني هي الاضاءة الشيء المؤثر في الموضوع. الاضاءة من حيث حاجتين، الاضاءة من حيث ان الدفى بقى اقل، وكمان من حيث ان وقت الصحيان او الصحو بتاع الطيور اقل بسبب ان الاضاءة مدتها او الساعات بتاعتها بقت اقل. طيب نتعامل ازاي مع الموضوع ده في الشتاء؟ اتكلمنا عن ده كتير ومش ده موضوعنا النهاردة، لكن انا بس حبيت اوضح لك في البداية ان الشتاء بيقل فيه الانتاج علشان خاطر ساعات الاضاءة اقل، وكان ممكن نعالج ده باننا نزود ساعات الاضاءة. طب في الصيف، في الصيف هل في الصيف ساعات الاضاءة بتبقى قليلة ولا بيبقى عكس الشتاء؟ لا، بيبقى عكس الشتاء تماما، بيبقى ساعات النهار اطول من الليل، يعني الاضاءة بتبقى كفاية جدا للطيور بتاعتنا علشان نحافظ على الانتاج بتاعهم. طيب ليه؟ طب ما احنا عندنا الاضاءة اهو، ليه الانتاج بيقل؟ ليه الانتاج بيقل؟ وكل الاسئلة عمال تتكرر، ازاي الانتاج يقل في الصيف؟ ازاي الانتاج يقل في الصيف؟ يا جماعة انت لازم كده كده، انتوا كده كده لازم تروضوا الفصل اللي انتوا عايشين فيه. اكتر فصل بيبقى مش محتاج ترويض وسهل جدا ومش محتاج ان انت تتعامل معاه هو فصل زي الربيع مثلا. فصل زي الربيع انت بتحافظ على الطيور بتاعتك من العدوى، من الطيور المهاجرة والكلام ده كله. لكن في الحقيقة انت في فصل الربيع انت مرتاح من فكرة الحر، ومرتاح من فكرة ان ساعات الاضاءة قليلة او كتيرة والكلام ده كله، لان فصل الربيع كل حاجة فيه متناسقة وطبيعية وحلوة جدا، مش طبيعية يعني اقصد ان هي مناسبة جدا لزيادة الانتاج عندك. انما سواء في الشتاء والحر، يعني الشتاء القارس او الحر الصعب جدا اللي احنا داخلين عليه او بدأناه، الاتنين دول بيبقوا صعبين جدا على الطيور. فقلة الانتاج يا جماعة بسبب الاهمال بتاعكم بمنتهى البساطة. يعني كل الناس اللي بتيجي تكلمني وتقول لنا في التعليقات على الفيسبوك او على القناة، كل التعليقات دي احنا بنستغربها، لانه احنا متأكدين ان الانتاج قل لاسباب تانية ملهاش علاقة بالحر وملهاش علاقة بالصيف، لانه اوريدي الحر والصيف ملوش علاقة، يعني مش هو اللي بيقلل الانتاج، اللي بيقلل الانتاج اي حاجة تانية. لكن خد بالك من حاجة مهمة جدا، درجة الحرارة المرتفعة دي او الدفى اللي موجود بزيادة عن اللزوم طبعا في الحر، لان الشمس بيبقى سخنة جدا وبيبقى حر، مش دفى بقى، بيبقى حر شديد على الطيور، مفيد من ناحية ان الاضاءة مستمرة معاك لعدد ساعات اكتر، لكنه مضر من ناحية ان درجة الحرارة زيادة عن اللزوم، يعني بيتحول الامر من دفى الى حر شديد جدا وصعب تحمله على الطيور.
من هنا انت بقى تفهم الفصل وتفهم درجات الحرارة وتبدأ بتعمل ايه بقى، تعمل ترويض لدرجات الحرارة. يعني تتعامل مع الظروف الحالية. الحر موجود يبقى تحافظ عليهم من الاجهاد الحراري، البرد موجود يبقى تزود ليهم ساعات الاضاءة، الربيع موجود هترتاح ومش هتعمل اي حاجة من كل الكلام ده، وهكذا بقى انت بتتعامل مع درجات الحرارة الحالية. يعني انت ممكن تصحى بكرة رغم الحر اللي احنا فيه ده تلاقي الجو لطيف جدا وحلو جدا ومفيش شمس حارقة ولا اي حاجة. بيحصل الايام الاخيرة كان بيحصل تلاقي يوم حر ويوم برد، او يوم يعني الجو لطيف يوم حر ويوم الجو لطيف وهكذا، لان احنا رسميا برضو يعني ما دخلناش قوي في فصل الصيف. فانت بتتعامل بقى مع التغيرات المفاجأة والكثيرة والمتقلبة لدرجات الحرارة من الناحية دي، من ناحية انك تحافظ على الطيور بتاعتك وانتاجها. كده كده ساعات الاضاءة مؤخرا خلاص بقت طويلة، واحنا مش محتاجين نخلي الطيور على وضع الصحو ساعات اكتر من اللي بيصحوها، هما بيصحوا فترة طويلة وبيناموا فترة قليلة، وده مفيد جدا من ناحية الانتاج. لكن اللي مضر واللي بيقلل الانتاج يا جماعة باختصار شديد ان درجة الحرارة بتبقى زيادة عن اللزوم وصعب تحملها. فانت تتعامل بقى مع الحر، تتعامل مع الاجهاد الحراري، تلاقي الانتاج عندك زي الفل. لان الطائر لما يكون حران ولما يكون درجة حرارته مرتفعة جدا مش هياكل كتير. انت فاكر ان هو هياكل كتير؟ لا، الطيور بتاكل اكتر في الشتاء علشان تتدفى وتنتج الاتنين، انما في الصيف بياكلوا اقل لان هم حرانين اصلا، بياخدوا يدوبك الفايدة بتاعت الاكل اللي تخليهم ينتجوا بيض، تمام؟ فده بيخليهم ياكلوا كمية اقل، فالانتاج يعني بيتأثر نسبيا، مش اقول كتير. انما لما تدخل الطيور بقى على الاجهاد الحراري والمرض كده الانتاج بيتقطع او بيقل، يعني تمام بيقل تماما او بيقل بنسبة كبيرة بسبب الاجهاد الحراري. وطبعا في فيديوهات كتيرة اتكلمنا عن الاجهاد الحراري فيها وازاي نتعامل معها، لكن باختصار قدامك بعض الاعشاب اقولها لك سريعا اللي هتساعدك على التخلص من الاجهاد الحراري. على رأسهم يا جماعة الكركديه. الكركديه 5 جرام منه منقوع في لتر مية بيتقدم، وممكن العرقسوس نفس الكلام 5 جرام منه منقوع في لتر مية وبيتقدم. وممكن تستخدم ايه؟ ممكن تستخدم الاسبرين، تفرم كده حباية وتدوبها كويس جدا في لتر مية، هتكون خافضة للحرارة بنسبة كبيرة جدا. ولازم لازم لازم تاخد بالك ان العلف بيتقدم صباحا والخضروات بالنهار، قشر البطيخ قشر الشمام البرسيم الكرنب بتبقى بالنهار ترطب عليهم من الحر، وبالليل بقى تقدم بواقي العيش وكل الكلام ده. لو حافظت على الروتين ده اؤكد ليك ان انتاج البيض عندك هيبقى كتير جدا جدا، ومفيش حاجة اسمها ان الحر بيقلل انتاج البيض. الاجهاد الحراري والإهمال هم اللي بيقللوا إنتاج البيض. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من يوتيوب. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة على قناة طيور فوق السطح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.